محطوط على الغسالات الاوتوماتيك، مش الغساله، الكفر بتاع الغساله او غطا الغساله الاوتوماتيك، كلها حاجات 3D. سعر يا جماعه موحد، السعر 50 جنيه، كلها دي على فكره اوتوماتيك جديده، حاجات 3D، حاجات تحف والله. يعني احنا لو فرضنا لكم بس واحده كده تبصوا عليها، الحاجات دي الغسالات الاوتوماتيك. احنا في الفيديو اللي عدى عرضنا لحضراتكم الغساله، انت صوري انت عرضنا لحضراتكم الغساله اللي فوق اوتوماتيك. دلوقتي بنعرض الغسالات اللي هي اوتوماتيك. طبعا زي ما انتم شايفين كامله دبل من قدام، انت شايفاها كده؟ اه شايفاها العدله كده. اه طبعا زي ما انتم شايفين الرسمه كده 3D جميله جدا. هتلاقوا من فوق كده الجلد اللي هو زي جلد الكراسي، حاجه شيك خالص، وهتبقى برضو من الجناب اللي هو الجلد الاسود عشان يعمل شياكه، لان طبعا الغسالات دي كل الناس بتحطها في الصاله. سعر الغساله يا جماعه قلنا 50 جنيه وبس، منها رسومات كتير والوان كتير، رسومات بنات مخضوضه كده ومش عارف خايفه ليه، عندنا رسومات ورد، عندنا عصافير، عندنا بصوا منها اشكال كتير بجع. وكلها رسومات 3D والسعر 50 جنيه والله حاجات تحفه. وانتظرونا ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه بعروض كتير. وعندنا هنجيب لكم كفر مروحه، غطا مروحه قطيفه، هيبقى سعره 20 جنيه رخيص جدا، وغطا ميكروويف، للناس دلوقتي كلها اتعلمت تجيب ميكروويف، فكل الحاجات دي جت بسعر مخفض جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.